الفلور العريق ديال المدينه ديال العرائش. وكيف ما لاحظتوا كان حضور يعني كبير من الجمهور العرائشي اللي كنشكرهم على الثقه ديالهم المتجدده في جمعيه عبد الصمد الكنفاوي، وهذا شرف كبير لنا حيت الهدف ديالنا الوحيد هو اننا نفرحوا الساكنه ديال المدينه، خصوصا من بعد هاد السنتين ديال الوباء اللي كان فيهم واحد الغياب من طرف جميع الجمعيات والناشطين. دونك اليوم كان الكرنفال اللي الحمد لله كنا جد فخورين بالانشطه اللي قدرنا نقدموا فيه رغم الصعوبات اللي واجهتنا ورغم العجز اللي كان عندنا ورغم العديد من المشاكل، الحمد لله قدرنا اننا نتغلبوا عليها بتضافر. يعني الاختيارات ديالكم الفرق الفولكلوريه من اجل كنعتمدوا عليها، كنلاحظوا مشاركه وطنيه، مشاركه جهويه، مشاركه محليه، اضافه للمشاركه العربيه. طبعا يعني التوسيع ديال المشاركه يعني استمرارية، كنلاحظوا الاستمرارية، يعني شنو هاد العلاقات اللي كتجمعكم مع هاد الفرق هادي؟ فهذا إن دل عن شيء فهو يدل على الثقة ديالهم في جمعية عبد الصمد الكنفاوي وعلى الحب ديالهم للمدينة ديال العرايش والحب ديالهم للنشاط والراحة ديالهم معنا في العمل. فكل ما كانوش لقاو الراحة ديالهم معنا وما كانوش فرحانين ما كانوش غادي يجدوا التعامل معنا سنة من مور سنة. الفرق المشاركة هي فرق أسلا ديال الفرقة يعني ديال الطبول والشوب الناريه، بالاضافه الى مشاركه فرقه الزريه الجوق النحاسي بمدينه تطوان، بالاضافه الى الفرق الفولكلوريه المحليه الدقه المراكشيه وقناوه الى اخره من مدينه العرائش، والفرق يعني الا بغيت تقول اللي كتحتفل بالتراث العربي من الخيل الى اخره والفروسيه الى اخره. لاحظنا كذلك المشاركه ديال الفرق الرياضيه والاخر التيكواندو. هذا نعم كانوا فرق ديال المشاركه ديال الفرق والانديه الرياضيه الموجوده بالمدينه ديال العرايش، فاحنا من اولوياتنا فاش كنكونوا كننظموا النشاط كجمعيه اننا دائما كنردوا واحد الجمله بان هذا نشاط ديال المدينه وهذا احتفال بعيد العرش واحتفال بسيدنا. فاي جمعيه واي فرقه فولكلوريه رياضيه استعراضيه غنائيه بغات تشارك معنا فكنكونوا. ولاحظنا كذلك الاحتفال ديال الساكنه اللي حضرت بشكل كبير هذه السنه. طبعا يعني شنو هذا في جهه كبير لنا وهذا فخر لنا، فاحنا فاش كنشوفوا ردود الفعل ديال الناس والفرحه في وجوههم فكنساو التعب وكنساو كل شيء. وشنو يعني اللي كتوجه للساكنه يعني باش يحتضنوا هذا الميراج ويزيدوا يعني يعطيوا واحد الصوره كبيره للمدينه بحال كما تعودنا نخرجوا من ديك الحاله ديال يعني اللي عشناها ديال حاله انكسار والحزن اللي عاشوها الناس. الساكنه ديال المدينه ديال العرايش دائما منفتحين، دائما متالقين، دائما دواقين، ما يحتاجوش مني انني نوصيهم ولا نقول لهم شي حاجه، فهما كل ما كانوش شافوا الجوده والمتعه والفرجه هما ما كانوش غيتبعونا وما كانوش غيكونوا حاضرين معنا. فكنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالهم. كنقول لهم اللي مازال مستمرين حتى ل 30 في هذا الشهر ان شاء الله يا ربي فيكونوا في الموعد. غدا ان شاء الله عندنا انشطه في حديقه الاسود، نهار 27 ان شاء الله غيكون عندنا الافتتاح ديال المنصه في ساحه سباب البحر. نتمنى ان الفقرات ديالنا تنال الاعجاب ديالهم اللي حاولنا اننا يعني نخرجوها من عمق الزجاجه كيف ما قلنا نظرا للصعوبات اللي واجهنا. نتمنى انهم يفرحوا ونكونوا عند حسن الظن ديالهم.